نرحب بحضراتكم مرة تانية. مما لا شك فيه وواضح جدا الحقيقة، وشايفين بعينينا شهادات كتيرة جدا من مؤسسات دولية زي البنك الدولي ووكالة موديز بتشيد بقدرة الاقتصاد المصري في تجاوز تداعيات فيروس كورونا والتعافي السريع لعدد من القطاعات المهمة. عشان كده هذه المؤسسات بتتوقع أن معدلات النمو السنة دي هتوصل ل 5.5%. خلينا نتابع هذا التقرير ونرجع عشان نتكلم عن هذا الإنجاز بشكل مفصل أكتر. لا يزال الاقتصاد المصري يحقق نجاحات وإنجازات استثنائية ويسير بخطى ثابتة وقوية نحو تحقيق معدلات نمو إيجابية، وذلك رغم جائحة كورونا، خاصة مع انتعاش الأنشطة التجارية وتعافي قطاع السياحة إلى جانب ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج. وهذا أسهم في تعزيز بنية الاقتصاد المصري وتماسكه وصموده في مواجهة التحديات وإنقاذه من تأثيرات جائحة كورونا التي أضرت بالعديد من الاقتصادات العالمية. وتوقع البنك الدولي بأن تعود مصر إلى مسار النمو الذي كانت عليه قبل جائحة كورونا، ويرتفع النمو من 3.3% للسنة المالية 2020-2021 إلى 5.5% للعامين الماليين 2021-2022 و2022-2023. تلك التوقعات مدفوعة بكل من تعافي الاقتصادات العالمية وخاصة الشركاء التجاريين الرئيسيين لمصر، فضلاً عن عودة تعافي القطاع السياحي وزيادة صادرات الغاز، بالإضافة إلى النمو المستمر بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وانتعاش قطاعات التشييد والبناء والعقارات. وتوقع البنك الدولي بأن يكون هناك تراجع في العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 6.8% في العام 2022-2023 بالمقارنة ب 7.2% في العام 2021-2022. البنك الدولي أشاد أيضاً بصمود القطاع المصرفي المصري في وجه تحديات أزمة كورونا ومواجهته الجائحة بسيولة قوية وربحية مستقرة، حيث إن السلامة المالية للبنوك لا تزال ملائمة حتى بعد صدمة فيروس كورونا. وتوقعت وكالة موديز أيضاً تحسن تصنيف مصر الائتماني بفضل استمرار ضبط الأوضاع المالية العامة وخفض معدلات الدين، حيث إن الاقتصاد المصري يدعمه سجل حافل من الالتزام بالإصلاحات الاقتصادية والمالية بالتوازن مع التحديات الناشئة عن متطلبات التمويل الكبيرة.